وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكذا كذلك هم دخلوا عن طريق أبواب معينة في السودان، سجادات وجماعات وطرق معينة. نفس هذه الطرق والطوائف تؤله مشايخها، فدخلوا عن طريق هؤلاء الأسياد والمشايخ. إنه أصلا القواسم مشتركة بكل صراحة، كثيرة، ما أقول كلها لكن كثيرة جدا، بين الصوفية وبين الشيعة. ومن أعظم تلك القواسم قول بعضهم: أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وفي مناطق نحن زرناها ومشينا وحاولنا أن نزور من رؤوس الشيعة في البلد، فرفضوا المناظرة، كانوا أصلا هم صوفية، منهم تجانية ومنهم قادرية ومنهم كلمة. نعم. نقطة واحدة تفتح المجال لنناقش هؤلاء الناس، مالوا حوارات. نعم. علمية. نعم. زي مثلا محمد المنتصر الإزيري، الزود بيقول كلام شرك بالله. نعم. في قنوات في الإذاعات أفتحوا لنا. نعم. المجال. نعم. نحن مستعدين نناقش إن شاء الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في البلد الآخر. الشيعة في السودان ما لهم ما عليهم، والشيعة وبعض أخرى نحاول نناقشها من خلال هذه الحلقة. أرجو أن ترحبوا معي بالداعي الإسلامي الأستاذ مزمل عوض فقيري. مرحب بك يا أستاذ مزمل. مرحب بكم، نرحب بجميع الإخوة والأخوات المشاهدين في داخل السودان وخارج السودان. جزاكم الله خير في قناة جون لصراحتكم ووضوحكم ولعملكم الدؤوب كهذا البرنامج. مرحب بك. ترحب يمتد بالأستاذ رحاب طه، رئيس تحرير صحيفة الوفاق. أستاذ رحاب مرحب بك. يا مرحبا ومرحب بكل مشاهدي قناة جون داخل السودان وخارج السودان. مرحب بك. أستاذ مزمل، الشيعة في السودان وفي البال أول مركز ثقافي شيعي تم إنشاؤه في العام 1988 في عهد رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي. متى بدأت الفكر الشيعي في السودان؟ الفكر الشيعي يعني قبل السودان، وعدك نجي للسودان، في عجالة بدأ بقيادة اليهودي عبد الله بن سبأ المشهور بابن السوداء، ومعه جماعة زعموا أنهم يتشيعون لعلي بن أبي طالب، حتى تطور الأمر وادعوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه هو الله، وهؤلاء هم السبئية الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. الطائفة الثانية هم الغرابية، قالوا علي بن أبي طالب ليس هو الله وإنما هو رسول الله خاتم الأنبياء، ولكن جبريل عليه السلام أخطأ الرسالة، بدل أن يعطيها لعلي فأعطاه لمحمد، لأن علي محمد، لأن علي نجم محمد شبه الغراب بالغراب، لذلك يعادون جبريل، ولذلك سماهم الفقهاء بالغرابية. وبعد ذلك طوائف أخرى كثيرة انبثقت من هذه الطوائف الشيعية، فكل التشيع منبني على أمر واحد: تأليه وتقديس البشر في شخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك انتشر في العالم وذهب هنا وهناك إلى أن دخل عندنا في السودان في يعني هذه العهود المتأخرة بالذات، قام انتشر يعني وظهر ب يعني حدود معينة. أنا ما بقول السودان كله، لأن السودانيين بطبيعتهم ما يحبوا زول يسب السيدة عائشة رضي الله عنها، ولا يحبوا زول يكفر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحبوا زول يكفر الصحابة رضي الله عنهم. لكن ظهرت من خلال أسباب نتطرق لها إن شاء الله تعالى، الأسباب والحلول إن شاء الله. طيب أنا دار أسأل، من أنت قريب من الملف والحركات المتطرفة عموما والشيعة بحكم أنك داعي إسلامي، أعدادهم في السودان؟ أعدادهم في السودان ما عدد كبير، يعني يمكن ما يحصلوا 2% ولا 1% في السودان، ولا 1% في السودان، يكون كذا بوين كذا من 1%. والسبب في ذلك لأنه فكرتهم فكرة قبيحة، قائمة زي ما قلت على تحريف القرآن. 1% ما عدد؟ لا، جزء من 1%. نعم. وليس حتى ما محصلين 1%، لكن كان لهم أسباب أنهم يصعروا في السودان.
زي ما الشيعة الأوائل ناس عبد الله بن سبأ غلوا في علي بن أبي طالب وفي شخصه وادعوا الألوهية والنبوة وكذا وكذا، كذلك هم دخلوا عن طريق أبواب معينة في السودان، سجادات وجماعات وطرق معينة. نفس هذه الطرق والطوائف تؤله مشايخها، فدخلوا عن طريق هؤلاء الأسياد والمشايخ لهذه الطرق في السودان. وما دري نسمي يعني كثير، لكن الواقع يشهد يعني بهذا الكلام. فنفس الفكرة كانت تأليه وتقديس البشر عند الشيعة الأوائل هي السبب اللي خلى الشيعة الأواخر يدخل في السودان. ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور. بعض المفكرين بيفتكروا انه الشيعة وجودهم في السودان مرتبط بحب السوداني اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة لمقدرتهم العالية لمخاطبة الطبقات الفقيرة واستخدام بعض مراكزهم الثقافية في نشر الدعوة من خلال الجامعات والمدارس. هم انتشروا عن طريقين. نعم. الطريق الأول اللي أنا ذكرته إنه زي ما قدسوا بعض البشر الشيعة الأوائل كذلك، فوجدوا هنا برضو عندنا ناس في السودان وفي العالم الإسلامي يقدسون بعض المشايخ لبعض الطرق، فتسلطوا على هؤلاء المشايخ من خلال الأموال، من خلال شهوات الأموال إلى غيرها، فصاروا أتباع هؤلاء المشايخ أتباع للشيعة، يحسون أو لا يحسون، يشعرون أو لا يشعرون. ده سبب. السبب الثاني شهوة المال وما يسمى بزواج المتعة، وهو أصلا ما زواج، هو باطل أصلا، موجود هنا في الكتب معنا إن شاء الله هنستعرضه. فدخلوا برضو عن طريق هذه الأبواب وهذه الشهوات. أستاذ رحاب، أنا دائما شو أخفز بيك للنقطة بتاعت مقدرة الشيعة في مخاطبة الشباب واستخدامه للمراكز الثقافية في فترة من الفترات في نشر الوعي الشيعي أو الثقافة الشيعية. كما قال شيخنا يعني في السودان لا تكاد ترى الشيعة بالعين المجردة، وهم فشلوا في نشر الفكر الشيعي في السودان، لأنه أهل السودان بطبعهم يعني يرفضون مثل هذه الافتراءات. وأنا يمكن ظللت لزمن بعيد حتى أنني زرت إيران وزرت المركز الثقافي، لكن لم أجد، وناقشت مكست في إيران أكثر من 30 يوما وناقشت علماء كثر منهم، لكن لم أجد منطقا يقنع يعني مسلما سويا بأن يحترق هذا الفكر. وحتى هنا يعني لا تكاد تلحظ إلا بعض اللغات المالية، يعني نحن هنا يعني في السودان لا نسلم من اللغات المالية، لا تجد من يتبنى الفكر بضلاله، ولكن تجدهم يعني وكأنهم يستخدمون التقية كما يستخدمها الشيعة في الحصول على على على, على المال أكثر من. ولذلك يعني قد يوافقني الشيخ أو قد يكون أكثر من لم أرى مسجد لا في الخرطوم التي بلغت مساجدها أكثر من 5000، ولا في الولايات التي زرناها، وزرنا كل الولايات وعواصمها كده، لا تجد مسجدا يؤمه شيعيا أو تجد من بينه 3 يصلون ويتبنون فكر الشيعة يعني. لكن تجد يعني السودانيين يعني بطبعهم في كل في العاصمة والأغاليم تتيهم يتحبون كما يحبون، يعني يحبون كل صحابة رسول الله وكل أهل البيت، يعني لا تجد إلا نفر من قليل من الذين يمكن يحدثونك عن هذا. في أغسطس من العام 2009 يا أستاذ رحاب كانت في فعالية للشيعة في منطقة جبل أولياء في استراحة، حضر 700 شيعي من ولايات الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض وكردفان الكبرى. كان حضور نوعي من طلاب مرحلة ثانوية وجامعات وأساتذة جامعات وسياسيين وصحفيين. الكلام ده ما بأكد انه من 2009، احنا نتكلم عن 700 ديل مجاهرين بوجودهم مجاهرين بفعاليتهم. بعض المفكرين بيفتكروا انه الرقم ده في زياده، يعني 700 دي ذات ديل المجاهرين. واقع الحال بيقول انه في شيعه موجودين. فلنفترض ان 700 اصبحوا 7000. نعم. وانا لا اصدق ان هناك 1000 شيعي في السودان. شيعي بفكر الشيعي المضل.
لكن قد يكون أتى بعض الشيوخ بإغواءات شيوخهم أو يعني بالمال أو بغيره، حتى الذين يعني أجرت معهم بعض الصحف حوارات لم 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 يعني لم يثبت أحد على موقفه، كلهم أنكروا ذلك. لكن قد تكون هذه الفعالية تمت، وقد تكون هناك 700 أو 7000 كم يساوي 7000 من سكان السودان. سكان السودان بعد الانفصال الآن حوالي 35 مليون. إذا قلنا أن 10% 3.5 مليون، فما يساوي 7000 من 350000 اللي 1%. أنا بسأل من إنه دخولهم ووجود أتباع لهم ومجاهرتهم بفعاليات أو احتفاليات قد ننكرها جميعا أو نستهجنها، المدلول من مجاهرتهم أو تنظيم فعالية على العلن تغطى من وسائل الإعلام. ما غايته لا زال عندهم وجود الشيعة جزء منه نفاق سياسي. نعم. يعني نفاق سياسي مربوط بأنك وكأنك أن تتبع شيخا أنت لا يعني لا ترى فيه صلاحا ولا ترى فيه أنه سيفيدك في دنيتك ولا في آخرتك، ولكن ستستفيد منه في المال يعني أكثر. قلت لك أنني ناقشت هؤلاء أكثر من 30 يوما، وقابلت حتى رفسنجاني وآخرون، لم أرى هناك حتى هم استخداما للتقية يصلون خلف السنة، ولكن السني لا يصلي خلف الشيعي. جرى بيني وبينهم نقاش في أدركتنا صلاة الظهر في طهران، والإمام قد تقدم فلم أصلي خلفه، فسألني بعض الأخوة المرافقين من الإيرانيين لماذا لم تصلي، وقلت لهم أن يعني أنتم عقيدتكم فاسدة. قالوا لماذا لا نصلي، لماذا نحن نصلي خلفكم؟ قلت لهم أن عقيدتنا لذلك. لا يعني لا بمعرفتي بأهل السودان يعني لا أعتقد أن هناك إلا قلة يعني، ودي من القلة الشاذة، ممكن تعتقد مثل هذا المسار. سلامة العقيدة أستاذ مزمل، دار أسأل من تأثير المذهب الشيعي على النسيج المجتمعي السوداني. هو تأثير ضعيف، لكن كمان برضو ما ننسى يا دكتور إنه الشيعة كتنظيم وكأفكار كاملة يكاد يكون ضئيل جدا زي ما تكلم الأستاذ، لكن برضو كثير من أفكار الشيعة موجودة عند بعض الأحزاب السودانية بالذات في وسط الجامعات أخرى. نحن خلينا ناس في الشيعة يعني، لا نفس العقيدة بتاعت الشيعة. خلينا في الشيعة، أنت عسى أديت مدلولات للشيعة وبعض المآخذ. واحدة من الحياه انت بس المأخذ الكبير خلتني يا دكتور نحن معنيين في الحلقه دي، العقيده دي نفس العقيده نحن معنيين في الحلقه دي يا شيخ مزمل بالشيعة. خلينا في جانب الشيعة. انا دارس هذا من زواج المدعى، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها في ترقيب الشباب للفكر الشيعي. دكتور نحن جايين لحلقات اخرى لمذاهب اخرى وطوائف اخرى. لا ما مذاهب عشان زمان ما يشركنا، خلينا في المذاهب الشيعي يا دكتور. لا مذاهب اخرى، هي نفس الفكره. ما انت الان دار تحارب الشيعة. نعم. وانا محسن بك الخير انك دار تكتس الفكر ده من جذوره. يلا الشيعة كتنظيم وجوده ما كبير، لكن كثير من افكار الشيعة موجوده. خلينا في الماكو تار دي نقعد نبرر ادينا دفعاتك لانه هم على خطا، خلينا فيهم بعد ذلك نمشي لطوائف اخرى في حلقات اخرى عشان ما نسالك زمن البرنامج. طيب. في زواج في بالنسبه ل زواج متعه. نعم. بالنسبه لزواج المتعه موجود برضه في كتاب الكافي للكليني في الصفحه الجزء الاول الصفحه رقم 783. وشوف سبحان الله من يعني غباء الشيعة انهم بيتزوجوا بناتهم الشيعية زواج متعة، وفي نفس الوقت بيعتقدوا فيهم انهم من اسفل المخلوقات واسفل البشر. ده في عقيدتهم هم، ما في عقيدتنا نحن. قال باب في بيتمتعوا بهم، باب انهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع. يعني البيت اللي بتوافق انه يتزوجوها زواج متعه هو ما زواج، هو زنا في شريعه الاسلام، لكن نسميه زي ما هم قالوا تجوزا عشان نوضح للمشاهد. قالوا اللي بتقبل انه يتزوجها زواج متعه اصلا ما بيعدوها من الحرائر ذاته، بيعدوها من الاماء. الباب الاثر قال رقم 9883. قال علي بن ابراهيم عن ابيه
إلى آخره. قال قلت كم تحل من المتعة؟ قال فقالهن بمنزلة الإماء، يعني ما بيعتبروهم حرائر. كذلك عندهم في مسألة المتعة عندهم حاجة اسمها إعارة الفروج، إعارة الفروج، وده أمر خبيث جدا. قال في الأثر رقم 9973، وده كلها أثار باطلة طبعا. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الرجل للرجل من جاريته قبلة، إذا حل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن أحل له منها دون الفرد لم يحل له غيرها، وإن أحل له الفرد حل له جميعها. قال وعن ابن أبي أبي عمير قال أخبرني قاسم إلى أن قال قال سأل رجل أبا عبد الله ونحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام، ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه. ودي برضو من يعني خبث الشيعة وكلام الباطل وكلام الذي يناقض أصول دين الإسلام. عشان كده الإمام ابن العربي المالكي في كتاب العواصم من القواصم قال والشيعة ليسوا من المسلمين، لأنه ما ممكن زول يعتقد أنه عنده قرآن آخر ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في صفحة 23 لكتاب الخميني 123 قال إننا لا نعبد إلها، شوف الكلام ده كلام خطير جدا وكفر واضح. قال إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيدا ومعاوية ابن أبي سفيان وعثمان ابن عفان وسواه من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه. قالوا إله زي ده إحنا ما بنعبده، ولا عثمان بن عفان ومعاوية بن سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا هذا إله لا يعبد. خلينا نمشي للأستاذ رحاب. أستاذ رحاب، واحدة من ما يعتقده الكثيرين للتمدد الشيعي داخل السودان، أيا كان اختلفنا واتفقنا في أنه هو كثير ولا بسيط، التسهيلات اللي لقوها إيران، لقت إيران في إنشاء بعض المراكز الثقافية، زي ما ذكرت في مقدمة الحلقة أنه أول مركز ثقافي إيراني تم إنشاؤه في العام 1988 في عهد رئيس الوزراء السابق السيد صادق المهدي. هل بتفتكر المراكز دي كان عندها دور في أنها تستقطب أعداد كبيرة من الشباب؟ وفي البال ما حدث في إحدى معارض الخرطوم للكتاب من نشر وتوزيع لستة كتب أثارت ضجة كبيرة، في النهاية اضطرت الحكومة لإيقاف المعارض التي أو الأجنحة التي اللبنانية والعراقية. تفضل. أولا سواء في العام 88 أو في العام 89 أو في العام 2016، لماذا تسمح حكومة واعية بإنشاء مراكز ثقافية مثل هذه المراكز؟ ولماذا تسمح حكومة واعية بإدخال كتب مثل هذه الكتب؟ وأنا يعني حقو نتكلم برضو بصراحة، أنت إذا برنامج يكذبك بصراحة، إذا أرادوا الناس أن يرمزوا لحكومة 88 بالصادق المهدي أرادوا لهذا العهد، كل الذي حدث تتحمل الحكومة الحالية أنها سمحت بهذه المراكز حتى لو كان مقابلها بترولا أو سلاحا أو غيره. ويمكن في نهاية الحلقة نجي برضو إذا سمح بعد ذاك البرنامج لقضايا أخرى يعني أو تقاطعات أخرى بين السياسة والعقيدة. يعني أنت هذه الحكومة جاءت في بداية عهد الإنقاذ فأعلنت تحدث عن استغلال القرار، كيف يكون لك قرارا مستغلا في أن تقيم علاقة مع دولة من الدول سواء الصومال أو أثيوبيا أو السودان أو غيرها ثم تسمح لها يعني بإدخال مثل هذه الأشياء؟ علاقات الدول والحكومات يجب أن تبنى يعني على ليست على كما يقول الدبلوماسيين على المصالح المشتركة، يجب أن تبنى على صحيح الدين، خاصة إذا كانت الدولة ترفع شعار الإسلام وتتبنى الإسلام دينا وحكما ومنهجا. لا أظن أن هذه صحيحة، قد تكون هذه المراكز ساهمت، لكن قلت لك بفطرة السودانيين وسماحتهم وسماحة دينهم، لا أظن رغم تطاول السنوات منذ العام 1989
1988 27 عاما لا أظن قد ساهمت حتى لو كانت وراها أموال أو وراها أشياء أخرى. المساهمة التي ظن هؤلاء واعتقدها هؤلاء. أنا هتواصل معك في المحور السياسي لنشر أول التمدد الشيعي داخل السودان، لكن حنطلع فاصل إعلاني قصير ونرجع لمشاهدينا الكرام. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الشيعة أبعاد أخرى موضوع حلقة اليوم في البعد الآخر. أجدد ترحابي بضيوفي داخل الاستوديو. أستاذ مزمل، أنا دار أمشي لمحور بعض المؤلفات الشيعية لبعض السودانيين المحسوبين على الفكر الشيعي، من ضمن بنور وفات ما اهتديت للمحامي عبد المنعم محمد الحسن، الحقوق الضائعة للأستاذ محتصن محمد سيد أحمد، ودخلنا التشيع سجدا للأستاذ متوكل محمد علي المحامي، وكيف نفهم التاريخ الإسلامي للأستاذ الطيب أحمد حسن، وسبيل المؤمنين للأستاذ طارق زين العابدين، ومجموعة مؤلفات سماحة الشيخ حسب ما يعتقد أنه هو مسمي روح سماحة الشيخ حمد النيل حمد الريح. قبل النقطة دي بس أعلق على نقطة قال الأستاذ، اللي هو مسألة الحكومة السودانية قال هي السبب في الشيء اللي بيحصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وده حديث صحيح. من باب هذا الحديث، حكومتنا يعني في السودان في الفترة الأخيرة أعلنت وقفلت كل المراكز الشيعية، فده أمر يحمد لها وأمر يشكر لها يعني. ونحن دائما الشل فيه خير نحاول نشكره وننميه يعني عشان نمشي لقدام. فجزاهم الله خير، نحن نشكرهم على هذا الأمر، بل هم وقفوا في الفترة بالذات هذه الأخيرة ضد الشيعة بصورة واضحة. هذه المؤلفات يعني كما هو أنت قرأتها هي مؤلفات محسوبة على الشيعة، واضح أنها بتتكلم وتناول المنهج الشيعي لمؤلفين سودانيين، وده يدل أنه الفكر موجود لكن بنسبة قليلة زي ما قررنا قبل. وآخر واحد الشيخ حمد النيل حمد الرايح، أنا عندي الكتاب ده في البيت، هو أصلا من يعني من أهل التصوف، الكتاب عندي بمجد فيه الشيعة وبيمدح فيه الشيعة، وده يعضد كلامي قبيل يا دكتور، إنه الأفكار لما تتحد الفكرة بتنتشر. بينشروا الناس ولو باسم ثاني غير اسم الشيعة. لا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وقال تعالى: تشابهت قلوبهم. فلما الفكرة تكون موجودة عند ناس آخرين ولو بمسمى آخر، ده ممكن ينشروها ولو بغير اسم التشيع. أستاذ رحاب، أنا دار أوصل في المحور قبل الفاصل تكلمنا عن الأبعاد والتقاطعات الأخرى التي سميتها. واحدة من التقاطعات البعد الاقتصادي بالنسبة للدولة السودانية، يفتكر الكثيرين كانت مصدر تقارب بيننا وبين السودان وإيران كدولة متبنية للفكر الشيعي وتحاول تنشره في العالم. بين الدول يعني قلت لك يجب أن تبنى على الوضوح والرؤية، ولكن إذا نظرنا إلى العالم من حولنا ومن بين السودان ومن بين بلدان الخليج، الآن هناك علاقات راسخة بين عدد من بلدان الخليج التي تتأثر بالتمدد الشيعي في المنطقة، علاقات راسخة مثل دولة الإمارات التي تحتل إيران جزء من جزرها، حتى أنها لم تقطع العلاقات ولكنها خفضت التمثيل الدبلوماسي. إذا كانت هناك أفكار هدامة يعني تدعو الشباب لتبني أفكار ليست من صحيح الدين، فيجب أن تقارع بمثل حديث هؤلاء العلماء يعني يمكن أن يناظروا. ولكن العلاقات بين البلدان يمكن يجب أن تبنى على الوضوح والصراحة، أن علاقتك مع مين مهما كانت عسكرية أو أمنية أو اقتصادية يجب أن لا تستغل من أي ملحقية ثقافية أو أي عمل يتخفى حول العلاقة الاقتصادية. وهذا ما علمته يعني من بعض المتابعين لهذا الملف، أن يعني العلاقة الاقتصادية كانت يعني خلفها بعض المحاولات تشيع الشباب هنا
وتغيير المفاهيم التي يعتنقونها. وهذا كما قلت لك يعني هذا خطأ تتحمله الحكومة القائمة إذا كانت الحكومة سابقة. كما قلت لك العلاقة الاقتصادية علاقة اقتصادية، العلاقة السياسية علاقة سياسية. في تقييمك ماذا استفدنا من 27 عاما من التقارب مع إيران؟ احنا هسه قاطعين علاقتنا مع إيران، المفروض نقيم تجربتنا بتاع 27 سنة المضت، إذا أخذتنا في منظار بتاع تقييم العلاقة السياسية والعسكرية ربما تكون فيها هناك فائدة. ثورة الإنقاذ حينما جاءت لم تجد قبل، ليس هناك ثورة إسلامية ترفع شعارات إسلامية غير الثورة الإيرانية في إيران. هذا وكأنه حتى من الدوافع المعنوية. في الجوانب الاقتصادية حسب ما أعلم أن هناك يعني بعض المساعدات القليلة في النفط وطمت في مجالات أخرى قدمتها حكومة إيران بذات الحماس الثوري الأول الذي كان يتعلق بالثورة في السودان. ولكن بمرور الزمن لم تتمدد العلاقة الاقتصادية لتحقق الفائدة التي كان يمكن أن تستفيد منها إيران وكان يستفيد منها السودان، لأن حتى العمل الاقتصادي يجب أن تستفيد منه الدولة، يجب أن تستفيد منه الدولتان. ليس هناك دولة يمكن أن تقدم مصلحة اقتصادية لوجه الله، يعني أي دولة تريد أن تستثمر في السودان تريد أن تكون لها مصالح عايدة وراجحة، يعني كما تفعل الآن الصين وتفعل عدد من البلدان، لا ليس في السودان، في أفريقيا، في عدد في البرازيل وغيرها، تسحب بأموالها تستثمر استثمارات في إنتاج يعود لها بالنفع. أستاذ مزمل، في تصريح للأستاذ عبد القادر أبو قرون في فترة من فترات صرح بأنه هنالك مادة شيعية منظمة تستخدم فيه الأموال ويعزز فيه بالشباب بوسائل فيها معصية لله وبوسائل زواج المدعى والزواج العرفي بخاصة في الجامعات السودانية. ورد في تصريحه قال نحن في منطقة أبو قرون أكثر من اكتوينا بالنار الشيعية منذ فترة طويلة، فكنا أول من نبه إلى خطره، والشيعة الآن يعملون على اختراق بيوت الصوفي، وشواهد على ذلك ما قام به أحدهم وهو من بيت صوفي إلا أنه تشيع وذهب بعيدا، حيث قام بتأليف كتاب حمل أفكارا شيعية حيث طعن في الصحابة وفي القرآن وأنكر سورة عبسة وما ذكر فيه المنافقين منذ مثل عبد الله بن أبي سلول، وطعن في الصحابة العشر المبشرين بالجنة، ويضيف لقد تشيع عدد كبير من الشباب. تعليق على الكلام ده أنه أصلا القواسم مشتركة بكل صراحة كثيرة، ما أقول كلها لكن كثيرة جدا، بين الصوفية وبين الشيعة. ومن أعظم تلك القواسم، وأنا بديك أدلة يعني على هذا الكلام قوية دامغة، من أعظم هذه الأدلة ما ذكرنا من كتب الشيعة الآن من تقديس المشايخ وما موجود في كتب بعض الصوفية كقولهم مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكقول بعضهم أنا عرشها والكرسي أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. فده برضو فيه تأليه للبشر زي ما أله ناس الخميني أئمته. عشان كده لما كانت القواسم مشتركة هو الكلام اللي انت قريته الآن جزاك الله خير يا دكتور، ظهرت من بيوت الصوفية كبيرة جدا ناس متشيعين، وفي مناطق نحن زرناها ومشينا وحاولنا نناظر من رؤوس الشيعة في البلد فرفضوا المناظرة، كانوا أصلا هم صوفية، منهم تجانية ومنهم قادرية ومنهم كده. ليه؟ لأنه القواسم مشتركة. حب الصوفية لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسامح الموجود، كثيرين بمروا له مدخل لنشر الوعي السيعي. صحيح. السودان صحيح. وعشان كده دين الحنيف ضبط الحب من غير إفراط ومن غير تفريط، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أمرنا بحبه، لكن لاحظ إنه ما تحب يعني لحد ما تأله وتعبد من دون الله عز وجل. إذا كان ده رسول الله سيد الخلق سيد البشر سيد الرسل والأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام،
ما تألهوا. فكيف انت تأله تأله زول هو لا رسول لا نبي لا صحابي لا ملك شيخ طريقة عادي تأله؟ نعم. هنا الشيعة نعم حيلقوا مدخل سهل يخش من هنا دخل الشيعة. لو سمحت لي كنت حكمل ما بدأت من الحديث بأنه حبه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل عن حبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معظم أخوان الصوفية لا يحترفوا بالمذهب الشيعي بأنهم مسلمين، وما يناقض حديثك بأنه ارتباط والتقاطع بين الشيعة والصوفية ليس هناك ربطا جازما بينهم. لا بالعكس، أديك مثال واحد لكن ترك مثال أزيدك. الآن مسألة القباب والأضرحة وما يحدث عندها من التبرك والطواف ودعاء الموتى والمقبورين من دون الله، وده شرك معروف، ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ده موجود الآن. منو اللي جابوه قبل الصوفية مسألة عبادة القبور؟ جابوا الشيعة. بابا شجاع الدين منه ده أبو لولا المجوس الكتل عمر بن الخطاب. الشيعة الآن في إيران عامل له قبة وسمينه أبو لولا، ده سمينه بابا شجاع الدين، كاتبين عديل بابا شجاع الدين، وبابا ده عندهم زي الزور البطل يعني، فعامل له قبة يتبركوا بها ويطوفوا بها. إذا ده قاسم مشترك. نحن نركز في حلقتنا الاستفادة من وجودك وجود ضيفنا الآخر الأستاذ رحاب طه رئيس تحرير صحيفة الوفاق. أستاذ رحاب، أنا دربش ليك في محور خسارة السودان لبعض الدول بيتقاربوا مع إيران. الدبلوماسية السودانية لم تدر أمرها منذ بداية الإنقاذ وحتى الآن بالطريقة الصحيحة، ولم تطبق حتى مقولتها التي جاءت من أجل استقلال القرار. يعني نحن كنا نقول أن استقلال القرار هو شعارنا، وهو جزء من حتى الإعلام الذي كان يسود قبل عهد الإنقاذ. التقارب مع إيران ما بدأ مع الإنقاذ، بدأ قبل الإنقاذ. نعم. كان تقاربا محدودا نعم. قبل الإنقاذ للأمانة، ولكن مع بداية الإنقاذ بدأت أن هناك كثير من الأصوات العالية، لكن لم الدبلوماسية السودانية لم تطبق لا شعارها الذي رفعته سابقا، ولم تطبقه وسط، ولم تطبقه الآن. حتى أنا أيضا أتحدث بصراحة أن ما فعلناه أخيرا يتناقض مع الشعار الذي رفعته الإنقاذ من زمجها الأول. كان يمكن أن تستمر علاقة مع إيران ويجلس السفيرة هنا وتمنع ملحقياتها الثقافية ويمنع دعاتها من ذلك، وتستمر العلاقة كما تستمر مع السعودية ومع الإمارات ومع قطر ومع الصين، حتى الصين التي تتبنى فكرا شيوعيا، وروسيا الآن تتقدم. لو كان هذا الأمر مرتبط باستقلال قرار، ولكن للأسف الشديد أننا في الآونة الأخيرة يعني هناك تضارب في الأقوال والأفعال. يعني الحكومة تتخذ قرارات ليست مدروسة ولا تتناسب مع شعارها المرفوع. يعني حتى العلاقة مع المملكة العربية السعودية يجب أن تكون مبنية بقناعتنا أن هذه حامية الحرمين الشريفين وهذه رائدة في العالم الإسلامي، وليست أن نبحث عنها في مصالح اقتصادية، مع أن المصلحة المشتركة الاقتصادية بيننا والسعودية يجب أن يعني كانت يمكن أن تكون أكثر من المصلحة الاقتصادية التي بيننا وبين الصين وأي دولة أخرى، مع أن هناك ملايين السودانيين يتواجدون بيننا وبينهما البحر. يمكن لصحراؤنا هذا أن تعمر بأموال النفط السعودية، ويمكن أن تستفيد السعودية من السودان، ولكن للحكومة السعودية، الحكومات السعودية السابقة وعد بهذا، ولا الحكومة السودانية وعد بهذه المصلحة سابقا، ولا حتى الآن أرى أن حتى العشم الذي بدأ يتعشم ونحن نوهم السودانيين بأن السعودية ستغدق علينا الأموال، ليس هناك أحد سيغدق عليك مالا. هناك مصلحة يبنى أن تقدم مشروعا اقتصاديا تستفيد منه السعودية وتستفيد منه قطر، يمكن وأن تكون لك القدرة أيضا على أن هذا المشروع يمضي في الطريق الصحيح، تزال كل هذه الموانع. يعني كان يمكن أن تبنى العلاقة مع السعودية ومع بلدان الخليج علاقة استراتيجية على مصلحة تعود لشعبنا ولأمتنا ولشبابنا، ولكن الذي أراه الآن
أننا يعني أننا نتخبط هنا وهنا، لا نبني علاقة استراتيجية مع 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 الخليج ولا مع السعودية ولا مع الصين ولا مع روسيا، لأن البلد الذي يتخبط في اتخاذ قراره لن يحترمه الآخرون. وأنا أيضا جلست مع السفير السعودي يعني مرتين، مرة في جمعتنا مناسبة أخرى، يعني كان يتعجب من تصوير الإعلام السوداني للعلاقة السعودية، وكأن السودان يعني يمد يديه لتطعمه السعودية. كان يقول أن لكم من الخيرات يعني ما تحتاجها السعودية، ولكن لا تصورون الأمر كهذا. لكن للأسف إعلامنا يصور الأمر كهذا. وأنا أيضا يعني من هذا منبركم أنتقدكم، وكأنكم تريدون من هذه الحلقة أن تتغلبون السعودي. يجب أن يظل الشعب السوداني بإعلامه وبقنواته وصحفيه كريما عزيزا. أستاذ رحبت إعلامي رئيس تحرير لواحدة من أكبر وأقدم الصحف السودانية، أين الإعلام من ذلك؟ لما يكون في مركز ثقافي أو مراكز ثقافية شغال لمدى طويل من الزمن، يحدث حادث معين يؤدي إلى إغلاقه، وليس بضغط من الإعلام. جينا في مرحلة ثانية، حدث معين أدى إلى قطع العلاقة بين السودان وإيران. أنتم كإعلام متفرجين، هل الإعلام في السودان رغم القنوات المتعددة والصحف الكثيرة هو أضعف حلقة البلد؟ يعني أضعف حلقات البلد، لأنه السودانيين يعني رغم مسابرتهم في الطب والهندسة لا تجد من يسابر على يعني ليعد برنامجا قويا. أنا حتى يعني برضو تحملون في هذا، حتى أنتم رغم أن أهمية هذا البرنامج يعني وغنى زي جون، الناس كانوا بيشوفوها أنها غنى رياضية وكذا، تم بهذا البرامج. لكن مثل هذه يعني ممكن يأخذ نموذج جون، وحتى الرفاقة التي أطراس تحريرها ليست هناك مسابرة في إعداد الحوارات والبرامج، وليست هناك مسابرة. يعني كده الإعلام كان أضعف حلقة، ليست في محاربة المادة الشيعي فقط، ولكن حتى في تقويم اتخاذ القرارات الصعبة. يعني كان هذا الإعلام، مع أنه عدد من البلدان من بين قطر يعني الآن الإعلام يعني يتقدم الحكومات في اتخاذ القرار أو يكون جزءا من اتخاذ القرار أو مسهلا لاتخاذ القرار. نحن واحدة من الحلقات استضفنا عدد من الإعلاميين السوداني، تحدثنا عن مكان من الخلف في الإعلام السوداني. لكن ده أنا مش بيك ليه بعد إغلاق المراكز الشيعية السودانية، مش استقطاع العلاقات، لا، نحن لما قطعنا أو وقفنا المراكز الشيعية الحكومة طرحت مقترح للبرلمان لأخذ القطاع القانوني أو القطاع الشرعي لإغلاق هذه المراكز. رئيس البرلمان السوداني السابق الفاتح عز الدين وجه لجنة العدل والتشريع بسن قانون يجرم الشيعة، القانون ده وقف محله ما مشى قدام في انه يجرم. لكن ده نمشي لطرحه ذاته في لجنة العدل والتشريع، كان لأسباب سياسية أم لأسباب دينية؟ حكم أن السودان سني أو القالبية العظمى من السودانيين هم سنيين. والله شوف، البرلمان بمن فيه من علماء وأساتذة أجلاء والأخ الفاتح عز الدين أيضا هم لم يتحركوا إلا في هذه الأيام. البرلمان ده أكثر من 5 دورات في الحكومة الحالية، كان يمكن أن حديث عن هذا القانون كان ممكن يتم في العام 95 او 94 او 93. لماذا تأخر كل هذه الفترة؟ لان البرلمان وعدد من نوابه وعدد من لا تحركهم الا السياسة، سيادة الدولة او ما زي يريدوا صناع القرار. وده للاسف الشديد احنا قاعد تحركنا المواقف اكثر من تحركنا المعتقدات والعقائد. أستاذ مزمل، أنا دارم شبيك للمواجهة المدى الشيعي، كيف الحل عشان نقدر نوقف المدى الشيعي تماما؟ طيب، في كلمة في كلام الأخ الأستاذ تحتاج إلى تعليق من ناحية شرعية من ناحية دينية، لأنه ربنا بيسألنا. يعني الكلام في الحكومة أو في الحكومات بصورة علنية أو نصيحتها بصورة علنية، ده في دين الإسلام
محرم. والدليل على ذلك ما روى الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولينصح فيما بينه وبينه، وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه. وأي شخص، حتى خلي الحاكم أو الحكم، أي شخص لو مشيت نصحته في العلن وهترتبه في العلن مثلا يعني ما حيقبل الكلام. ولذلك كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقويمهم ونصحهم في السر، وده دين يعني احنا ما نتنازل عنه. أما الحلول بالنسبة لمحاربة الشيعة، أول حاجة نشر العقيدة الصحيحة بين المسلمين، لأنه لطالما غابت العقيدة الصحيحة عن غالب المسلمين وعن غالب المعمورة في ذات الله عز وجل. لأنه شوف أول شيعي ظهر قالوا علي ده الله، فننشر العقيدة الصحيحة في ذات الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، ليس له شريك ولا شبيه ولا مثيل إلى آخره. ثانيا ننشر اتباع وإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فزول إذا عرف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الصحيحة لا يمكن يتابع لي شيء بيسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. وربنا قال عن الصحابة رضوان الله عليهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثالثا الحلول في محاربة المد الشيعي، نعلم الأجيال كلها من خلال وسائل الإعلام حقتنا حقت المسلمين، ومن خلال المنابر والمساجد والحلقات ودروس العلم والفقه، نعلم الأجيال على إنهم ما في شخص مقدس وما في شخص طاعته كاملة يا جماعة. وأنا إذا سمحت لي يا دكتور في نقطة مهمة، وأنتوا تواسقتوا على صراحة، والدكتور بيتكلم بجوع يعني بصراحة. الأستاذ دكتور لو سمحت لي، في عجالة. في عجالة. نحن الآن عندنا في كثير من وسائل الإعلام السودانية خلاص ناس بيحاربوا الأصل ده ذاته. نعم. يعني في شخص بيقول إنه ممكن تسجد لغير الله، يقول غير الله ممكن يخلق، يقول الله ما في السماء، لما تنشق السماء الله يتلب يعني. والله بنفسي هذا اللفظ أنا سمعته قبل 3 يوم في إذاعة من الإذاعات السودانية وفي قنوات من القنوات السودانية. نعم. فإذا كان في ناس بيعلموا الأمة وبيعلموا الأجيال والأجيال الناشئة تقديس البشر، الشيعة مش إذا ما خشوا هيخشوا وخلوا الناس يقدسوا الخميني ومين ورفسنجاني وغيره 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 وغيره. خلاص. نعم. فلا بد انتم كاعلاميين، انا انقذكم. نعم. كاعلاميين لا بد تفتحوا المجال لمناقشه هؤلاء الناس اللي بيعلموا الناس يقدسوا البشر. نعم. وانا ادعو من هذا، نحن المجال مفتوح والدليل على كده وجودك الليله، لكن خلينا نشوف استاذ ريحان. يعني نعم. انا اقصد نقطه واحده، ما عندي كلمه. نقطه واحده، تفتحوا المجال لنناقش هؤلاء الناس مالو حوارات. نعم. علمية. نعم. زي مثلا محمد المنتصر الإزيري الزود بيقول كلام شرك بالله. نعم. في قنوات في الإذاعات بدون أفتحوا لنا. نعم. المجال. نعم. نحن مستعدين نناقش إن شاء الله. أنا خلينا نمشي للأستاذ رحاب ونحن على خواتيم حلقتنا. أنا دار منك تعقيب سريع، دخلت الفيسبوك قالت لك استقر العراق مثلا عاش الشيعة والسنة قرون في عام لا يعرف السني من الشيعي، ولكن سبحان الله ما انحكم الشيعة العراق حتى ظهرت أقبح أنواع العنصرية والطائفية. خذ البحرين مثالا آخر، ذلك البلد الصغير الجميل ذو الشعب الطيب المتواضع الوسطي، كيف حرضت القيادات الشيعة للفتنة والفوضى هنالك. البلد الثالث قال لك مثال لبنان، زيادة نفوس حزب الله مقرون بزيادة الاضطرابات في البلد. دخول الشيعة إلى السودان ماذا يعني في المستقبل؟ أنا كما قلت لك في بداية الحلقة، يعني صحيح مما ذكرته وذكره هناك وجود للشيعة، ولكن أنا لا أتوقع حتى لو كانت استمرت المراكز الثقافية واستمرار خطأ أن يكون لهم شأن، لأنه أهل السودان نحن كأننا كثير ما نستهتر بقيم أهلنا واجتهادهم، اجتهاد مثل هؤلاء العلماء يعني.
يعني هم يعملون ليل نهار في توعية الشباب سواء في المساجد أو في المدارس ومن خلال حتى الغنوات، يعني رغم اتفاقهم أنه هذه الغنوات لا تركز مثل يعني في البرامج الدعوية، يعني لن يقوم للشيعة مقام في هذا البلد، لأنه هذا السودان يعني كثير، حتى يعني كثير من الأفكار الفاسدة حاولت فكرة الجمهوري، الفكر الشيوعي لم تجد من يتابع الحزب الشيوعي بكل صوليانه ومثقفيه، لم يستطيع ان يحقق سوى 3 دوائر في السودان، ولو اتفقت الاحزاب الاسلاميه وقتها في الدوائر اللي ما حققوا في البرلمانات في البرلمانات المختلفه، وحتى حتى في بعد ان زاد الوعي في السودان، لو اجرت انتخابات وشارك فيها الحزب الشيوعي لن يحقق دائره واحدة. مشاركة أخرى في الفيسبوك قال لك إيران تنشط في إشاعة الفكر الشيعي في المنطقة وتدير بطريقة توحي بأنها تعول عليه استراتيجيا، ولأنه أحد المذاهب الإسلامية المتحررة والقليلة التشدد في مسائل العبادات والزواج وغيرها، بما يتوافق مع شيء من التحرر الذي يمثله الغزو الفكري الغربي القوي، نجد له قبول أوسع في بعض الشباب، وها هو يمتد إلى اليمن ودول الخليج عموما. تعقيب منك سريع، مداخلات كثيرة لكن دار منك تعقيب. البلدان فعلا أثروا فيها الشيعة وخلقوا فيها بعد الخلل الأمني هي كانت مهيئة لذلك، لكن في السودان ليس مهيئا لذلك، وكل ما قلناه يعني أنه هناك شيعة هنا وفي جبل أولياء وفي الجامعات وفي هذا، نحن كلنا نعيش في وسط الخرطوم، يعني وكل جمعة تجد يعني أكثر من 2-3 مليون ما بين الساعة 12 والـ 1:30 يتجهون المساجد. هل وجدت شيعان يعتلي منبرا؟ هل وجدت شيعيا يختلي به؟ صح هناك حركات صوفية ونحن لا نتفق معها، وهناك السلفيين لا أعرف أن هذا الأخ سلفي وغير ذلك ولا نتفق معهم أيضا، وهناك الأخوان المسلمين، ولكن يعني تجد بين هناك حميمية بين هؤلاء وهؤلاء، لكن لا تجد شيعيا يعني. نحن نعتذر لكل المداخلين معنا في الفيسبوك، الحقيقه زمن انتهى، لكن المداخلات كثيره جدا، هي ماشيه في نفس الاطار ما ذكروه ضيوفنا الاكارم داخل الاستوديو. استاذ مزدمر الفقيري، انا اديك دقيقه تدينا اضاءات سريعه كده او كلمه اخيره. كلمه اخيره هي التركيز على قضيه التوحيد. لان الله عز وجل يغفر للانسان كل شيء، ودي نصيحه والله اغلى نصيحه لانها جاءت في القران. يغفر الله عز وجل للإنسان كل شيء ما عدا الإشراك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأوصي كذلك الشباب تحديدا أن يقبلوا على تعلم العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح من مظانه، وأن يبعدوا تمام البعد من العقائد الفاسدة التي انتشرت في كثير من وسائل إعلامنا في هذه الأيام. أستاذ رحاب، كلمة أخيرة في دقيقة أو أقل. يعني أنا أدعو كل أهل السودان من هذا المنبر أن وخاصة أولياء الأمور أن ينتبهوا إلى 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 تربية النشء وتربية الأجيال الجديدة، لأنه غض النظر عن الفكر الشيعي والفكر الأخرى، ولكن هناك شبابنا الآن يعني تكاد تتخطفهم أجهزة الواتساب وأجهزة الإعلام من ملبسهم ونقاشهم، يعني لم نستفد من هذه الأجهزة في تعلم أصول الدين الصحيح كما قال الشيخ، ولم نستفد، وحتى يعني حينما تجد أحد أبنائك أو إخوانك الصغار يتصفح الواتساب، يعني اولا يعني تجدهم دائما يهربون لمواقع يعني ليست لها لهم فائده، واستفادوا من هذه في قراءه القران وتدارس السيره الصحيحه، لذلك نحن يعني يجب ان لا تشغلنا مشاغل الدنيا والجري وراء يعني هموم الحياه المتزايده عن تربيه هؤلاء، حتى في تعلم اللغه العربيه، يمكن من يعني قد تنظرون الان الى ما اصاب مدارسنا سواء المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه. موضوع التعليم والمدارس الخاصه واحد من حلقاتنا ان شاء الله، وواحد من المواضيع اللي حنسيره في البعد الاخر.
مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا لا يسعني الا ان اشكر الاستاذ مزمل الفقيري الداعي الاسلامي. شكرا استاذ مزمل. بارك الله فيكم وشاكر لكم كثير والاخوه المشاهدين. شكرا يمتد للاستاذ ريحات طه رئيس تحرير صحيفه الوفاق. شكرا استاذ ريحات. بارك الله فيك. باسم البعض الاخر انا بقول لكل مشاهدينا الكرام، دي دعوه كانت للتامل والتفاكر في فكر قد يكون ما مطروق زي ما قالوا ضيوفنا الاكارم داخل الاستوديو، ما بتلقى لك شيء موجود، لكن انت اول ما تحس الزول اللي عنده عقائد شيعيه ارجع لدينك الصحيح والسليم. القران والسنه هم الفاصلين في انه بعيدا عن ده سني ولا شيعي، هو ده الاساس بتاعنا، اساس الدين السليم بتاعنا هو القران والسنه. خلونا مع القران والسنه بعيدا عن المسميات ايا كان شكلها. احنا بنقول في حلقتنا دي ما كان قاصدين فئه معينه من المجتمع السوداني. حديثنا قبل عن الصوفيه، الصوفيه هم احدى مكونات المجتمع السوداني، لهم التحيه والتقدير جميع الشيوخ. دعوه للتامل بميزان الشرع يعني. نعم، دعوه للتامل يعني بعيد عن الشرع الصحيح. نعم يا دكتور. نعم بعيد يعني لانه ينشروا الشرك. دعوه للتامل استاذ مزمل، دعوه للتامل لكل الشباب اللي بيسمعونا الان. خلونا نرجع للدين السليم، خلونا نتحاور ونتفاكر. ما تمشي مع زول بيستقطبك بالمال، دي رسالتنا اللي بنقولها. المال ما هو الوحيد اللي بيخليك انك انت، خاصه الشباب الموجودين في الجامعات ندري تماما الاساليب المتبعه لاستقطاب الشباب. المال ما هو الوحيد اللي بيحل لك مشاكلك عشان انت تمشي تجاه زول او فئه معينه عشان تديك قروش او تقريض بالمال. خلونا واعيين، خلونا نتفكر في مستقبلنا وحياتنا. بدعو الجميع لمشاركتنا من خلال صفحتنا في الفيسبوك البعد الاخر، اختيار المواضيع واختيار الضيوف وترشيحهم. مستمرين في مبادراتنا، مبادرة البعد الآخر الدوالي الجميع، مبادرة البعد الآخر لدعم المرضى ونفرة مستشفى كوستي أو قسم الكلى بمستشفى كوستي. تحية مني لكم دكتور فتح الرحمن رشيد، شكرا لكم جميعا، حتى نلتقيكم في الحلقة القادمة في أمان الله.